Youssef a ta résumé de le match. La première mi-temps était un peu difficile. Ils nous ont gêné un peu le jeu d'Enna avec le marquage individuel. Donc c'était difficile. Tu as les rares occasions de but les canaux, même si c'est net, mais on n'a pas pu marquer. Quand on a eu le hadaf, quand on a eu une occasion la deux première mi-temps, on n'a pas pu les mettre. Donc on a eu le deuxième mi-temps, c'était une autre deuxième mi-temps. Quand Youssef Kdewi est plus offensif. Quand on a eu le match, on a eu le match. On a eu le match avant, on a eu le hadaf wadha. ولكن للاسف النجاعه ما كايناش اللي كانت تخلى لنا نرتاحوا بشكل كبير في المقابله الوقت اللي رجع الفريق ديال الحسيمه في النتيجه ولات اصعب لنا تو مومون قلت تونكيسي ان بيت اللي بعثر لك جميع الاوراق اللي كنا محتاجين ثلاث نقاط باش نبقاو في الصراع ديال اون بلاس افريكان بور لو مومون اوني مازال حنا في هذا لوبجيكتيف ديالنا ان شاء الله. كنظن مقابلات كبار ومقابلات مع فرق اللي دائما كانت نديه بيناتهم لا الكلاسيكو ما بين الرجاء والجيش والرجاء البيضاوي ولا ما بين الرجاء والجديده فكانوا دائما مقابلات كبار كيكونوا فيهم اهداف كنظن ان مقابله ما سهله مع حتى مقابله ما سهله بالفريقين بثلاثه حتى واحد ما عنده مقابله سهله ف هذا هو الاوبجيكتيف ما بين ممكن ولا رياليتي حاجه اخرى مي كيف ما كان الحال ممكن لي الا نهني لاعبين رغم ان السنه حضرتو معنا فيها كيديرها وباقي الان كنتصارعوا على كوبا افريكان سي ديجا اون بيرفورمانس هو كنظن ان كانوا منظمين بشكل جيد الفريق الحسيمي وكانت اون موتيفاسيون انه باش ما يخسروش كما فسر يوسف سي بوكو بلوس دي كونسي اللي كانوا عندهم ديفونسيف سيتادير ما يخليوناش نديفلوبيو لعبهم اللعب ديالنا حنا مي لو دونجي علينا ما كانش دونك هذاك هو هذا كيبقى هدف هو اللي يمكن يقلب الصوره ديال المقابله فلو تسجلات الهدف ولا جوج بروميير ميتون اللي جاو واضحين وما ما يفوتنيش فرصه باش نهني الحارس ديال الحظ لان حنا ضيعنا ولكن راه ضيعنا كان قدامنا شي حد اللي ما خلاناش نسجلوا دونك كان في المستوى الكبير هو اللي خلى ان المقابله طوالت اكثر من الوقت مي اون دوزيام مي تون لي كونسي اللي كانوا سي بوكو بلوس دو بروفوندور عمق ولا فيرتيكاليتي في اللعب نوزو اوبليجي اون بروميير مي تون دو جوي ترو لاتيرال لعبنا لاتيرال ما كانش العمق هذيك لا فيرتيكاليتي اللي كان بالدخول ديال يوسف اللي توجور بيركوتون وكيمشي في لا فيرتيكاليتي ولي كونسي اللي تعطاو لا فيرتيكاليتي من تما لقاو صعوبه ولا سيما افيك اون ديفونس اللي بغات تطلع اكثر من لازم باش دير لا لين لقينا مساحات مي كيف ما كان الحال يافي 4 ولا 5 اوكازيون اللي ضيعناهم وصعبنا علينا المقابله مي كيف ما كان الحال هنيئا اللاعبين على النتيجه اللي حصلوا عليها كنظن دي مومون كون غوسوا حنا في تيراننا ملي جات لا بليسيغ يافي بوكو بلوس اون بروني ريسك باش نفقدوا السيطره على وسط الميدان ولا سيما افيك دي جوور كي مونك ان بو دو كومبيتيسيون لا كومبيتيسيون تري امبورتون دونك كي مونك كومبيتيسيون ولا بروميير ميتون شتي كان بوكو بلوس اغريسيف كان قوه بدنيه كثير ولي ديويل بزاف واش هذوك اللاعبين اللي غادي يدخلوا غادي يعطيو هذاك لو بلوس ولا لا فالانتيليجونس ديال يوسف خلات ان ما كيدخلش لي كونتاكت كيلعب بذكاء وكيطلب في العمق الكره اللي كيبعد من لي كونتاكت ومن تما كيلعب بوكو بلوس الكره في رجلو اكثر ما هي ان ديويل اللي غادي يطلع عليه اللي ما عندوش حدود فيها. اول حاجه صراحه ضيعت فرص كثيره في مباراة اليوم ما موالفاش ليا كنضيع فرص يعني رغم ذلك كنت حاسم في التمريره ديال الهدف وفي ضربة الجزاء الحمد لله أول مرة في أول مباراة نضيع فرص كثيرة يعني ما موالفاش ليا يعني كنعرف نلعب أمام المرمى كثير مي الحمد لله إن شاء الله من قدام تكون الكلمة ديالي باقي جوج مباريات إن شاء الله في مباراة ديال الفار ومباراة ديال الجديدة واحد لابارون بلاي جزاكم بخير واحد لابارونتيز عين فلا ما دخلش في الماتش اسمه واحد لابارونتيز انا اصدقاء كنعرفهم منكم بزاف ديالكم اسمه ملي كيكون شي بروبليم جو نسوي با ريسبونسابل باش نجاوب على هذا البروبليم دونك عيطوا لي اصدقاء كيصيفطوا لي الميساج ومنهم سير راضي راه قدامي مي اش غنجاوب واش غنقول ليه
ما عنديش ما نقول ليه وماشي من انا اللي عندي الحلول دونك غنولي عمل لي واحد شي فضول لي بعيده مني جو بريفير سيف تكنيك راه ماشي قلت صواب ولا اسمه ما جاوبتش مي ماشي واحد ولا جوج بليزيور هاد لا سيمين كلها دي ميساج وكلها دي تليفون مبلوكي اش غنقول اما ندير ان بوين دو بريس باش نجاوب على كل شيء اولا نبدا نجاوب واحد ولا جوج تيقول لك انا عيطت لك علاش ما جاوبتينيش الاخرين جاوبتيهم في هاد الجريده وهنا ما علاش ما جاوبتينيش عيط ما نعيط 10 و8 دونك اش كندير ما كنجاوب حتى واحد اكسكوزي مو كنعتذر مي لي ظروف خاصه وكان اون باس ا مومون تري ديفيسيل جو ني با كل خطره دخل لا بريس دخل هنا دوزنا هاد العام كله بريس الله يجعل البركه ميرسي بوكو